السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في قناه اللياقه والجمال مع ام جنات. اليوم جبت لكم طريقه جديده للصاله، اسهل طريقه. غادي نحتاجو توب، شي قندوره اللي كانت عندكم كتعجبكم في الصاله تفصلوا عليها. عندنا مقص سنتيم ورتيبه. نبداو على بركه الله. نشدو التوب من 2 و 4 كيما هكا على جوج، حاولوا نقادو تبقى في داشي كميشه. هادي قندوره صيفيه تذكير فقط، اذا كان مكمش تحاولوا تصلحو، انا ما عنديش الوقت باش نصلحو. نقادو بحال ما هكا، نجيبو القندورة ونثنيو على جوج. هذا هكا، حاولو نقعدوها، نجي الحاشية على الحاشية. نحاول ندير شويه هنايا بعض باش تخرج الاباطي. خلي شويه عريضه عندنا، تشوف غندوها شويه عريضه. انا بغا ناخذ ستيلو غنجيو لهنا فوق الخياطه، غادي نقول الخياطه اش نديرها، كان الخياطه وسط العماره هنا نديرو طبعا. ومن بعد نحاول نعبر الصبع ديال الخياطه هكا، ديما الصبع غنجيو لهنايا تاني غير قود الخياطة نيشان هكا، ونعبرو تاني هكا سنتيم وصبع بحال ما هاد الشكل. أنا غنحاول لي عندو شوية تبقى يدو مقاداش غادي يولي بحال هكا، بحال هكا. غنجيو لهنا، من هنا لهنا غنعبرو شي سنتيم ولا جوج سنتيم هنايا بحال هكا، نخرجو لهنا غنطيحو شويه الكتف. بحال هكا، وهنا نحاولو نديرو هكا، ونحاولو نمشيو نيشان مع الخياطه. من بعد غنجيو لهنايا نصيرو مع داك الطابع اللي طبعنا الاول،
انا نخرج للحاشيه حيت ما عنديش العرض في الثوق. نروح شويه نطيحو الكتف من هنايا، طبعا ولات عندنا قندورة واجدة، غنخلص كيلو، غنجيب السنتيم ونعبرو بمية 30 سنتيم تاع العمارة، ولا كروشي ولا راندا لي كان. غنحاول نهز التوب التحتاني نسلوه بشويه باش ما يخسرش لينا التوب قمقاد هايدا. هاكا خمس سنتيم غنعبرو، غنعبرو هنا تسعة سنتيم، نحطو هاكا نيشان ونخرجو هكا عندوك تسعة سنتيم. نحاول شوية نهبطو دابا، ولا عندنا عنق واجد أقضي ودابا غندوزو الطرف لي شاط الحيطنة تاع الكم، غنسرحو هكا هكا، نحاولو نقادوه شويه ما يجيش معوج، ناخدو قندورة نعبرو الكم هيدا، ملي كان عندنا هذوك الطرف القطانة اللولين غنشدو واحد نديروه من هنايا باش نكادو بيه الصالة شوية، نجيو هنا نقطعو من هنا، نحاولو ندخلو شوية تا في الطرف لي زين. الطرف تاهو دخلنا فيه باش يجينا مقاد، وهنايا درنا بار هنا حد هنايا، عندو في راس الكم كم جانا حساب هنا، هاي دابا زدنا قندورة هنا، شتو معايا أنا كملت الصالة ديال القندورة ديالنا هي هادي. القندورة الصيفية شكل رائع وسهل حتى في الصالة،
اليوم سالينا الحلقه ديالنا. بالنسبه للناس اللي يلاه غادي يبداو يشاركوا معايا، الى بغيتوا تبقى تواصلوا الجديد ضغطوا على جرس تبقى تواصلوا الجديد، وما تنساوش ديروا جيم. مرحبا بكم معنا في قناه ام جنات. السلام عليكم، الحلقه الجايه ان شاء الله مع درس اخر.